بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا الطلبة أخواتي الطالبات، سنة أول ثانوي أقدم لكم حل المتراجعات. انتبهوا مليح، حل في آر المتراجعات آتية. إذن نبدأ بالأولى. إكس ناقص أقل من 2، حولها هذا 2 هذا نقلوه للطرف الأيسر ولي ناقص 2. لنا عندنا كسر ما بينتهم، إذا ندير توحيد المقامات. دين إكس ناقص 1 3 إكس ناقص 4 على 2 سالب. ننشر 2 إكس ناقص 1 زائد 3 إكس ناقص 4 على 2. أي بعد النشر وبعد التبسيط هي 5 إكس ناقص 5 على 2 سالب. لأن المقام راه موجب دونك ما يهمناش كيعود موجب، دونك بقالنا غير الإشارة لي تاع 5 إكس ناقص 5. 5 إكس ناقص 5 سالبة من أجل وشنهي ندير 5 إكس أقل من 5 أي إكس أقل من 1. هذه هي النتيجة. ثانيا واحد على إكس زائد 1 أكبر أو يساوي 1 على ناقص إكس، نحولوها العبارة هذا ننقلها إلى الطرف الأيسر للمتراجعة. تولينا واحد إكس زائد 1، ونديروها لهنا واحد إكس مضروب في إكس زائد 1 على إكس زائد 1. باه نديرو توحيد المقامات. واش نلاحظو؟ نلاحظو واحد ناقص واحد ناقص إكس، إكس زائد 1 على إكس زائد 1 موجب. لهنا ناقص 1 على إكس نقدر نكسبوها زائد إكس ناقص 1، نقدر نكتبو زائد إكس ناقص 1 مضروب في إكس زائد 1 على إكس زائد 1. دوك تشوفوا علاه، لأن هذه تصبح متطابقة شهيرة، أ ناقص ب مضروب في أ زائد ب. إذن تولينا واحد إكس مربع ناقص 1، إكس زائد 1 موجب، أي تكافئ إكس مربع على إكس زائد 1. عندنا إكس مربع موجب مهما كان إكس، دونك لهنا واش نديرو؟ لهنا هذه محظورة، إذا نديرو نجددو الإشارات.
هذه العبارة هذه عندك صفر ناقص واحد وصفر. إكس إكس مربع إكس زائد واحد، إكس مربع على إكس زائد واحد. لنا صفر لنا موجب موجب، لنا إكس أقل موجب موجب ولكن سالب، لنا سالب موجب موجب. إذا الحل إكس اثنين على إكس زائد واحد موجب أو يساوي صفر من أجل إكس راكم تشوفوا ينتمي إلى ناقص واحد خارج المجال حتى زائد ما لا هي. ثالثا إكس مربع أقل أو يساوي من إكس ناقص 16. هذه العبارة كل نقلها إلى اليسار هل هذه سالبة؟ هذه وش لهنا؟ لاحظوا باللي إكس ناقص 2 ربع إكس زائد ربع مربع. معناه هي متطابقة شهيرة. هل المتطابق بها سالبة؟ لا. إذن غير العبارة إكس مربع أقل أو يساوي 8 إكس ناقص 16 ليس لها حل. أس ما تكونش هكذاك. هنا والسلام عليكم ورحمة الله. لازم تكون موجبة مهما كان إكس. هنا